حياتها كان بي إيش مرة قالك يا عبد الحمد بو هك أراقبة أم الشنقالبن أم إيش كامبا ونزوحي أم مرتاح ديرين أس ميرزا درويش الشنقال خلقين حياة العزير اللي سي هشت ده هزار وشاردة بشتيكا ده عشب سر خلقي شنقال بسر مداغا شنقال ده قرتي أم تشونا جي هي إيد ما هنجي السر شارعة نيفافرو و جي مابون داعش قهشت شارعة هنجي أو الوردة بون يعني أم المرحلة كده بون يعني حياتك قالك بزحمد ما نزاني كا هاتينا قرتن هاتينا قشتن ما تشكش ايد خوان زاني بشتي توانزر وجه عمل كده معي نا آفا بو نا خوارن هبو خلقش اش نيزاد مير اش بيجيد مير تنوي علي كي ابمش وموساقشنا حدود سوري تقريبا الوي داري بين شر ساعتا الحدود سوري را الارد سوري را ام قشتنا ادهوك ده 2015 ما هيك داومنا كلية بابو الجامعة دهوك كلية علوم الويدري ما أقول لازم أمشن أم حياة أخوة استمرار بقين أم نسكنن وبشتي كان نتيجة نهائية هادين السر كلية علوم هموجي سر هرب من قسمة أزركتم إياكي أم هادين سنوني السنوني بشتي هادين مقررن أس في مشروع إيدس بيبقم أس مختبر شخورة بقم كخبرة مجتي ده هيا في مجالي ده وفي داخل جيم منطقي جيجي هيا اعتمادا مرامجي كان حتى حدكي حسب شغل كيف تبصر مختبري مجي كمختبري مبا أول مختبر بشتي فاقري أناش نزوحي أما ما فاقري هر أمل كان بعدنا هر نزوحا هر أمل أرضي عراقي دنا لازم أمنا الدوري شنقال بنا بقرنا شنقال أم مرتاح ترين كان بقرنا جيهة خوا هكا حتى أم بنا بقرنا أتل أزير بخوا نما على أخو بخوا انه هو من الكيدرا شنقال بن اميش كتشادرا وشنزوحين مرتاح تربن